السلام عليكم أعزائي الغالين حبايبي المتابعين، أيمنا ما كنتوا والساعة المباركة، اذكروا الله، بديت وياكم اذكروا الله وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. انزين وينا من الشارجة ونظمنا شغلنا، وبنرجع مرة ثانية اني عندي بعد طبيخ وعندي درقعت من ناس عزيزين وغالين وصيني لازم ارتب الامور، وقلت سمع عليه وعندي في نفس الوقت شغل في مطبخ ومطعم دبي في الورقة، وبعدها خلص الشغل وارتب وهذا وراجع ان شاء الله، وحبيت اسلم عليكم. واليوم الحر شو ايش قال؟ بالعكس البارحة قبل اول يوم الشتاء الصيف، لا اليوم 20 في الصيف يوم واحد. المهم الغالين نستمتع وياكم، وعندي بعد مشوار في دبي بعد مكان معزوم، واليوم يوم حافل، باكر يوم حافل. مرحبتين، حي الله العمان، كيف حالكم؟ بالعافية عليكم. ياي من عمان عشان يجي شيد؟ ايه عشان سبحان الله. على لا تفوت اقول الرسول صلى الله عليه وسلم تهدوا التهدوا تحابوا، هاي يا يني الهم بالغاوي، هاي يا الله يا ريح انا صدق بلدي محلي ها من دبل فجير عند ابو احمد، مشكور يا ابو احمد على الهديه ما قصرت، من دبل فجير عند ابراهيم ابو احمد، هذا الهم من مزرعته، الله يعطيك ان شاء الله يعطي والديك مزارع الجنه يا رب العالمين، ثمار الجنه، قولوا امين يستاهل مشكور. وهاي حلويات اني بعد من عمان، خالد الحريه غلط بس حريه، شو بعد الحريه هاي؟ عند منو هاي؟ عند احمد محمد المهيري، طول الله عمرك وما قصرت في زرع فناتك. الحلوه طبعا اسويها فيها واويلا قال انا اغنيه واحد بالهديه ولو طاست الخليه. السلام عليكم، مش حاكم، رد 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 مشاهد من السفر عبد الله اسماعيل، المذيع المتعلق صاحب الاخلاق صاحب الطيب صاحب الاصول ابو قلب الابيض، انا حريه مخالط المجتمع الاماراتي والخليجي، بس في ناس انت تختارهم، هذا الانسان والشهاده لله سبحانه وتعالى يتميز عن باقي الاخرين. ليش؟ ما عنده غلظ القلب ولا عنده ان يسعي للخير ويدوم ويوجه الناس للخير، هذا الولد البريء عبد الله اسماعيل. لا لا الصراحه عشان النعمه ما وقفت لك، لا فديتك انت 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 متميز عندنا ومحبتك في القلب حتى هذه الشد. ما لا تقول عن عبد الله اسماعيل انه القلب الكبير هي محتاج، نعم، وانك انت ابو جسم المتين. نعم هلا تفضلوا بالعافيه عليكم يا رب. بسم الله بالعافيه عليكم سعيد. هذا المانجا واصلنا هديه من عند ابو احمد من دبا الفجيره، ما قصرتوا ويا ابو احمد زبد حسنات وعادي، ونحط لي اخونا عبد الله اسماعيل ابو محمد محمد ورفيق مايد. نعم ونزيدكم من الشعر بيت، ان الاسبوع هذا يوم الجمعه في مهرجان الهمبا، حتى الهمبا سووا المهرجان، وين يا حري بنسيم الضوط في خور فكان، يوم الجمعه الساعه 4:30 مهرجان الهمبا في خور فكان، لا يفوتكم شو من العمان من دبي من الامارات مهرجان همبا. تفضلوا تفضل يا ابو عبد. بسم الله الاول شو يسوون به؟ الاول يحطوني في الماي لازم تغسل طالع الطماشة هنا. نعم نعم ما شاء الله شو كب ما شاء الله. تفضل عمي تفضل عمي تري محمد ما يقصر. ساعة المباركة يا مرحبا بكم ما شاء الله. انا اسمي اسف اسف انا بعد خالد خالد. نعم ما شاء الله نعم كل همبا همبا بعد همبا لها تربة وليها أرض ما شاء الله طالعة. شو قامت الله ما شاء الله المستعان. هذا الهمبا الأولي بلدي، هذا بلدي لازم تغسله هي تتحملوا. يقول والله لا ما يبدون غسل، لا الدنيا كلها كما وياك وكل الدنيا وكلها، لا يقول تقع حتى تبقى، ايه لا تاخذ الامور كذا من الطريق، لا. وهذا المانجا وبالعافيه على اخونا. تفضل عمي تحت راسي بالعافيه عليك كرمك الله. تفضل عود تفضل بابي تفضل بابي ايديك ايديك ما شاء الله ما شاء الله.
تقول ما كل أبو. أي والله يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الغالين المتابعين طبعا وياكم وقف الرجال على مالك ولا عشرة من عمالك. أنا أدري اليوم على طلبية كبيرة رحمة الله عليهم الحياة والأموات والأفراح والكلة نعم. وهذا تدرون يوم عندي شغل ما أطلع برا أول عادة هاي لا هاي الطلبي مخلفه من الأم والأبو رحمة الله عليهم بيت المطروشي. الله يغفر لك يا زين ويا عمي راشد المطروشي رحمة الله عليكم. الله يغفر لك يا أم خالد الله بالعظام كم خالد ويا أبو خالد. لكن العيال استمروا شوف محبة العيال كيف هذا صح. العيال استمروا على نهج الأم والأبو وبيت المطروشي في دبي طبعا في دبي كلام عن دبي زين. فاستمروا على نهج الأم والأبو وبتقديم اللي أمهم تحب جيرانها والأبو يحب ربعه وهابت مستمروا. وطبعا هذا مطبخهم في الشارج مطبخهم ما لي شغل. نعم حبايب طبعا الغوزي شوف الغوزي شوف المشوي الدياي اللي يسوي حرية ما عليكم انتو اطالع انت على ارض الواقع والملموس. شوفوا الله مرطق بالزعفران هذا على طلب خصوصية للمطاريش. مطاريش وين؟ مطاريش هل دبي. في دبي وين؟ في الطوار. في الطوار وين؟ بيت ام خالد بيت ابو خالد بيت راشد المطروشي. هم مشوا على نهج الام والابو. نعم هذا شالين حق عرب بالعافية عليهم. والعرب عندهم رحمة الله عليك يا أم خالد العرب عندهم عزة. شوفوا أنا واجب على الطلبية هي نعم وقف لازم حرية أبوه طالع. شوفوا هذا الدياي قال لحبوا الدياي غطي الدياي نعم هذا هو قال حرية وقف على مالك ولا عشرة من عمالك وأنت واقف على مالك والبامية الحكي خلصنا من الدياي اللي قالوا عن الدياي. إيه شباب احم هاي هاي متعلمين تخريج حرية مبلع به كلية تقنية الأكلات الشعبية والبناء الشعبي. احم هاي 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 غوزي احم احم هاي هاي شوفوا غوزي الدياي شوفوا العيش واللحم شوفوا العافية عليكم طالع شوفوا الزعفران في ذمتكم. اي هلا بالحاضرين هاي الانداه هذه الانداه شو الانداه يعني البيض يول احم ايش ولهم ايه نايبولون نايمن نايديو احم ايش ولهم هذا العيش واللحم احلى عيش ولحم واجمل عيش ولحم واقوى عيش ولحم. نعم هاي غوز الدياي هذا غوز الدياي اجود غوز الدياي في مطبخ الشارجة مطبخ خالد حرية المتميز من كل الاول في الدولة اطباق الشعبي الاول رقم واحد 30 سنة ما بنا اقول العالم تقول احم ايش ولهم احم ايش ولهم احم ايش ولهم هاي قول لي هاي قول لي هاي قول لي عطا اندا 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 هنا عم نعم 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 هذا هو نعم شوف ايش قال الشغل عمل ما عندي انا عندي شغل وقف على مالك ولا عشرة من عمالك عشرة من عمالك قولوا انا بعد ابوي يلا عاشوا يا رب يبيب الله 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 شوف 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 تعال يلا عاشوا بسم الله الرحمن الرحيم شوفوا شوف العمل شوف الشغل يلا عاشوا يلا هذا هو احوين يلا اعطوني العيش واللحم واعطوني الهريس والخبيص والمضروبه في ميزان حسناتكم يا بيت الزين بيت يمعه وراشد المطروشي رحمه الله عليه عبد الرحمن من اول من يوم حياه الزينه من يوم حياه الزين رحمه الله عليه تقول سوي هيل بلاكين تقول يا خلود هيل بلاكين ما بايق صار رحمه الله عليك الله بالعظام في الجنه السامعين
شوفوا 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 الزعفران. هي نعم الله شوفوا طالع. هي نعم انا الزعفران يعطي قاعد. يلا عاشو يلا ابوي يلا ابوي يلا لحف 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 بند بند كروك. يلا حط بند لحف روح. يلا عاشو عاشو هذا المشبوس هذا المشبوس اللي يسمونه مشبوس. كل صينية هاي يفوز بها. شوف الصياني هي شوف السيارة. شوف هي هي نعم عاد عاد هي عشو. يلا شيل سيارة 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 يلا سيارة السيارة 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 يلا عشو عشو روح 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 يلا هنا نعم هذا هو هذا الشغل. يلا عطني عيش اللحم يبي عيش اللحم يبي عيش اللحم يبي الحشو يبي الحشو يبي الحشو. شوفوا صور على اللحم. شوف العيش اللحم شوف اللحم شوف الراس شو هي وين الحشو عطني من الناس. هذا المشبوس المشبوس هي نعم الله 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 يا حريه الله يا مطبخ حريه لعبه الاول في الاماره المطبخ الشعبي نعم غير منافس على اللي واجف نعم راعي المطبخ واجف طبيعي. هل يشتغلون عندي انا بس انا اللي اشرف عطني الله شوف يا الله يا الحشو يا الله يا الحشو الله المستعان. هي هي يا ربوي يا الله عاشو نعم عطني 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 يلا يب 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 يلا لوكيشن صور يا لوكيشن يب يب اللحم يب اللحم ادر ادر اطوف اصور شو ما شاء الله من هناك قم 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 يلا شوف طالع طالع طالع. هي هي يلا عاشو يلا ابوي ودي 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 هذه مطابخة الكبار الكبار للكبار مطابخ الكبار للكبار. هي عاشو بس ما يقدر يلا من عاشو عاشو يلا عاشو يلا هي وين المضروبه وين الهريس ما قصروا جزاكم الله خير في ميزان حسناتكم ان شاء الله ما تقدمون تلقون عند الله سبحانه وتعالى. المضروبه المضروب ولا على بر ولا على عيش يفطرونها على عيشه. صور الله المستعان شوف ما شوف ما طالع شوف صور الله شوف هيك هاي سمعتوا هذه الهريسه الهريسه الحريه يشهد الله على حسن هريسه الحريه يتوحمون عليها اللي توحمت قالت يا ربي في خاطري هريسه الحريه من وين من الخليج يتوحمن يتنسى على هريسه الحريه مشهوره معروفه. نعم شوف ايش قايل ان شاء الله انكم ان معكم عوده ثانيه في اكلنا الشعبي. يلا عاشوا ايه شباب كيف كل شيء مو بغيتوا مرابط مشجعين فرقه شعبيه معلمين مع أنا تفوتنا الفرصة في الساعة نحيا السين نبارك لأخونا أبو موسى جدران للمقاولات على الإنجاز العظيم على التكريم الكبير من قده وقدود يا أبو موسى ما يكسويه للكبير وأنت ما شاء الله عليك الله يزيدك من خير ويعطيك مبارك لك مطابخ ومطاعم خالد حرية والعاملين بها وأصدقاء وحبايب إلى أبو موسى صاحب شركة مقاولات الجدران تستاهل كل خير بالبركة من بالمزيد من أعلى إلى أعلى لأنها شركة قوية ما شاء الله. مصلي على محمد على الإنجاز العظيم بالبركة عليك ودومك صاحب خير وصاحب الخير استاهل خير للأمام يا جدران للمقاولات في عجمان ما شاء الله على الصرح استاهل كل خير استاهل كل خير إن شاء الله بالتوفيق بالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. تعشينا أكل عشاء الغاب يا ربي وياتني هدية عطر عند الغالي حتى الساقه من وين عادت من راس الخيمة. الله يستر على الناس ناس يقولوا وقوموا حوايجكم بالكتمان اسمدي بتعطر بتعطر الى يوم العطر. نعم يا الله حتى الكاسب حتى الاشار الاشار المحلي يا ربي
شوف اللف الأولية. ما بخليك خاطركم. شو هاي؟ أوه. ما بي عدل. مهياوة. حروي يعدل. لا. خشكو. يا. وابوي عليك الخشكة وخشكة وخشكة محلي. هذا بكازم عادي اللي سووا تحب يبيعونه هناك في الأسواق. لا كازم شوي واوي لا. يا رب هذا صخيب شكرا. وابوي. ما عمشاش انت ملق قلنا. مهياوه على هواك حي يحييك لا والميت يزيدك قبل يا الله الراس الخيمة على الدرب الرفاعة شوفوا لمباو يا الله يا الله يا الله يا الله ابو لمباو يا ابي لمبراع لمباو بيته من البيت بيته في الرفاعة هالصوب فوق عشان بصيرهم بسم الله عطر كم بتعطر انا هي عيد حق هي حق عيد الحج هذا من زي ما البارحة بعد الله المستعان ساقوا حرية متابعين الغالين تلاقوا عليك بالساقوا ياهو الساقوا ياهو الساقوا ايه عطوا الساقوا هاله لا تطلع غيري ناس ياسين ترى خط احمر هذه لك بارية سوني مشاكل باش يقول ها حرية يا ناس وناس لا وقوضوا حوايجكم بالكامي بالكتمان وان الله يحب الستارين واحد على يساري ما بقول باسمه الله يخليه حرف الياء بس يمكن يوسف يمكن سب ما حد قال